حياكم الله. جهاز مكافحة الإرهاب يحرر ناحية القيارة على أطراف الموصل من سيطرة داعش الإرهابي، وفي المقابل فإن سحب الثقة عن وزير الدفاع قضية توتر عمل مجلس النواب وجدول أعماله. أما معادلة النفقات الصعبة فتجعل الموازنة قلقة لعام 2017 إذا لم يتمكن فريق العبادي الحكومي من إضافة رقم الإيرادات، فكيف سيتمكن العبادي من إضافة هذا الرقم دون المرور على معادلة الأزمة السياسية؟ هذه المعادلة هي حقيقة القاسم المشترك لجميع الأزمات العراقية، ولعله دخل أيضا حتى في الأزمة الإدارية في كردستان، لا سيما بعد اتفاق الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير على تبادل مناصبهم الإدارية. فما هو موقف الديمقراطي الكردستاني حزب مسعود بارزاني طبعا من هذا الاتفاق؟ هذا وغيره بالنيوز روم، ابقوا وياه. القيارة تتحرر وجهاز مكافحة الإرهاب يصل لمركز الناحية. البرلمان يخفق في التصويت على حجب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي لعدم اكتمال النصاب القانوني. العبادي يوجه بتكريس الواردات الحكومية دعما لموازنة 2017. الاتحاد الوطني والتغيير يتفقان على تبادل المناصب الإدارية الخميس المقبل. أعلنت خلية الإعلام الحربي تحرير ناحية القيارة بمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة المدرعة التاسعة، وتواصل القوات الأمنية مدعومة بطيران الجيش عمليات التحرير. وقالت مصادر محلية أن عناصر داعش شهدوا وهم يفرون بشكل غير منظم من القيارة إزاء ضربات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة التاسعة وطيران الجيش. وللحديث عما يدور الآن في ناحية القيارة ينضم معنا في الاستوديو السيد صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب. حياك الله من جليسة يا صباح. شنو الموقف الآن بالكراد بالقيارة؟ عفوا، الظاهر انه الأجواء جيدة جدا والتقدم بأسرع مما كان متوقع. الحمد لله، شكرا جزيلا، مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة الرشيد. الحمد لله اليوم قوات جهاز مكافحة الإرهاب البطلة و قطعات الفرقة التاسعة وأيضا مسنودة بطيران القوة الجوية العراقية وطيران التحالف استطاعت أن تبدأ عملية هجوم كبير جدا لتطهير ناحية القيارة، ولحد هذا اليوم تم تحقيق الأهداف المرسومة ضمن هذه الصفحة. وقبل أثناء حركتنا باتجاهكم استلمنا خبر تطهير وتحرير مصفى القيارة بالكامل. شنو اللي يعني المصفى بالنسبة للناحية أو أهميته بالنسبة للعملية بكاملها؟ يعني هذا المصفى هو كان يستخدمه داعش في الفترة الماضية كمصدر من مصادر التمويل والتهريب، لأنه توجد هناك آبار للنفط في هذه المنطقة وكان يسيطر عليها داعش. خلال الفترة الماضية تم قطع هذه الإمدادات والسيطرة على هذه الأماكن بواسطة النار وبواسطة أيضا الطيران. اليوم قواتنا تقدمت عصر هذا اليوم طهرت المجمع السكني، والآن خلال الساعة الماضية طهرت المصفى ولم يتبقى أمامنا سوى مسافة قليلة وصولا إلى مركز ناحية القيارة. بالحديث لحد الآن عن هذا التقدم اللي صار بهذه المسافة، الحديث دار من الصبح لحد الآن على وجود مقاومة عنيفة بالعصابات داعش، شنو حقيقة هذا الموضوع؟ يعني حتى نوضح صورة للمشاهدين حول أهمية القيارة. القيارة بالنسبة للموصل كأهمية هيت بالنسبة إلى محافظة الأنبار، وبالتالي إن شاء الله بتطهيرنا وتحريرنا إلى ناحية القيارة ستنعزل الموصل نهائيا
ولا يبقى سوى تقدم القوات الأمنية باتجاه الموصل، لأن كل المناطق اللي خلال هذه المنطقة وحولها سيتم تحريرها إن شاء الله بسيطرتنا على ناحية القيارة. يعني كل ما كانت أهمية المنطقة بالنسبة لداعش كل ما زالت بها المقاومة حتى ليخسروها، لكنهم بالفعل خسروها. بالتأكيد هي داعش يشكل من هذه المناطق كخطوط صد أمامية دفاعا عن المنطقة الرئيسية، يعني فالقيارة هي خط الصد الأول والرئيسي للموصل، وبالتالي فقدانه للقيارة سيجعل الموصل محاصرة، وأيضا وجود داعش وصموده وترتيب مقاومته في الموصل ستكون صعبة بالنسبة له، خاصة أنه بدأنا نشهد هناك عملية مقاومة من داخل الموصل، وهذه أيضا عوامل مهمة جدا ومساعدة لسرعة إنجاز عملية التحرير إن شاء الله. جيد، ما أعرف من خلال بياناتكم اللي من الصبح لحد مثل ما قلنا تصدر، تحدث عن أنه الجهاز قوات الجهاز أقامت مناطق صد، شنو أهميتها وشنو حقيقة هذه المناطق؟ يعني احنا هو تكتيك يتبع جهاز مكافحة الإرهاب في تحريره لهذه المناطق، انه يتم تحرير المنطقة وتأمينها منعا لأي هجوم مقابل او اي هجوم بسيارات مفخخة، لان هجوم تكتيك داعش واسلوبه في القتال اصبح معروف لدى قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتالي ما شاهدناه اليوم المقاومة عنيفة هي أيضا نفس المقاومة بنفس الأسلوب، استخدام العجلات المفخخة والقناصين، لذلك اليوم يعني مجمل حصل. هم بتحدثوا عن كثرة العجلات المفخخة؟ يعني اليوم الحمد لله يعني كان هناك تدمير لثمانية عجلات مفخخة بمن فيها من الإرهابيين، استخدم اليوم عجلات مفخخة مع إرهابيين، وبحيث أنه يقاوم هؤلاء الإرهابيين، وعندما يقتلون تنفجر السيارة المفخخة يكون آخر شخص مسؤول عليها. اليوم استخدم هذا الأسلوب، ولكن قواتنا كانت واعية ومنتبهة لهذا الأسلوب. جيد، قبل ما بس هذا موضوع مناطق الصد اللي قامتها قوات الجهاز، هي بالأصل هي مسك للأرض، راح يبقى الجهاز لحد ما يصير اكو تقدم الباقي القوات، لو شنو حقيقة مسك الأرض بالنسبة للجهاز؟ يعني وإحنا نعرف، إحنا تحدثنا واعنا أنه هذا مو عمل الجهاز. الجهاز اليوم نحن في قتال، ونحن المناطق اللي حررناها هي يعني مناطق حررت في هذا اليوم، لذلك من الطبيعي أن تؤمن هذه المنطقة، أن نأمن المنطقة بالكامل، وقواتنا بالذات نأمنها بالكامل. هناك عملية تفتيش لهذه المناطق، لأن المناطق اللي خضنا بها معارك اليوم هي أغلبها مناطق سكنية داعش كان يستخدم بها مفارز التعويق والقناصين والتفخيخ، لذلك تحرير المنطقة لا يستكمل إلا بتطهيرها بالكامل من عبوات الناسفة وتأمينها بالكامل مداخلها ومخارجها، ومن ثم تسلم إلى القوات الأمنية حتى تتيح لجهاز مكافحة الإرهاب أن يتقدم بعد أن يكون المنطقة ظهر مسند بقوات أخرى. في الصباح بصراحة دائما نتحدث عن نتحدث عن نينوى، نتحدث عن محافظة صار لها سنتين ونص بيد عصابات داعش، محافظة أول محافظة سقطت بيد هاي العصابات من باقي المناطق، بالتالي كان اكو تهيئة، حتى تهيئة نفسية للناس في البداية. بصراحة الناس كانت تقول مرتاحين، والأخبار اللي تظهر انه أهل الموصل مرتاحين لوجود داعش أكثر من وجود الحكومة والقوات الأمنية، هذا الكلام اللي كان يدور، بالتالي كل هذا ساعد على تغلغلهم حتى بالمجتمع الموصلي. حاسبين حساب لما سيجري من عمليات، شنو قوة العمليات بعد ما يكون التقدم أكثر باتجاه مركز المحافظة اللي هي الموصل، شنو الصورة اللي عندكم؟ أستاذ هارون، أنا أتكلم عن جهاز مكافحة الإرهاب وخطة جهاز مكافحة الإرهاب بعمليات التحرير، وبالتالي تحرير الموصل هناك خطة متكاملة تم إعدادها قبل فترة، منذ تطهيرنا إلهيت نحن بدأنا نعد العدة لتطهير الموصل، وما هي المستلزمات والمتطلبات لعملية التحرير. أخذنا بنظر الاعتبار كل هذه العوامل، كل هذه الأمور التي حدثت خلال سنتين من احتلال داعش لهذه المنطقة، طبيعة التغيير الذي حصل للمجتمع وتغييراته، هذه كلها أخذت بنظر الاعتبار. وبالتالي الآن أؤكد للمشاهدين ولك أنه خطة تحرير الموصل هي كاملة بالنسبة إلى جهاز مكافحة الإرهاب، تم مراجعتها أكثر من مرة مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وقادة الجهاز. جيد، وهذا الموضوع أخذنا بنظر الاعتبار هو جانب العمليات النفسية، لأن نحن هذا اللي أتحدث عنه. من كان بصراحة إحنا دائما من نجاه في الحقيقة لحد ما مثل ما يقول نوقع الفاس بالرأس، نوقع تسقط محافظات، كان الأكو عدم تواصل بين القوات الأمنية الموجودة وأهالي نينوى وبعض المحافظات.
بالتالي ماخذين بحساباتكم هاي الحالة النفسية راح يدخل الجهاز حتى يغير الصورة الموجودة عند أهل الموصل، سيخلي نتحدث عنهم كنموذج، راح يغير الصورة اللي عندهم حتى يقول والله ترى القوات الأمنية مو نفس النظرة اللي كانت عندكم عليهم قبل. بالتأكيد المواطن العراقي وخاصة المواطنين المناطق التي احتلت من قبل داعش بدأوا يدركون دور وأهمية جهاز مكافحة الإرهاب وما يفعله جهاز مكافحة الإرهاب في مواجهة داعش، وأيضا جانب الإنساني وجانب حقوق الإنسان الذي يراعيه جهاز مكافحة الإرهاب في التعامل مع المدنيين الأبرياء، وهذا تحقق في الرمادي وفي هيت، وهذه الرسائل وصلت إلى الموصل عن طريق المنشورات. كنا حريصين جدا أن نرمي منشورات تبين ما فعلناه في مناطق المحررة من تكريت إلى صلاح الدين إلى الرمادي إلى هيت، وأنا بصفتي مدير العمليات النفسية في جهاز مكافحة الإرهاب لدي خطة للعمليات النفسية جاهزة وكاملة وطلع عليها سيد رئيس الجهاز، أضيفت إلى خطة تحرير. راح تكون موازية للعمليات العسكرية؟ بالتأكيد العمليات العسكرية وحدها لا تكفي ولن تكون حاسمة للموقف. نحن نتكلم عن مواطنين أبرياء موجودين تحت قبضة داعش، أيضا عن مواطنين مغرر بهم، عن مواطنين انغمسوا مع داعش، وبالتالي يجب أن تكون هناك خطة للعمليات النفسية، ونحن أعدينا مثل هذه الخطة إن شاء الله، وهي كفيلة بأن تحرر المنطقة، ليس فقط المنطقة وإنما عقول المواطنين هؤلاء الذين نغرر بهم، نحن كفيلين إن شاء الله بأن يرجعون إلى ما أعرف ما أختم حضرتك جد المتبقي من إذا تحدثنا عن القيارة بالكامل. إن شاء الله لم يبقى الكثير، وقت تحتاج لو أيضا بنفس المساحة اللي موجودة ما راح تحتاج الكثير، هي ما تحتاج كثير، لكن كتحديد وقت بحد ذاته، ويوم أعتقد هذا من الخطأ أنه تحدد هذا الوقت وتحديد الوقت لعملية انتهاء العمليات، لأن هذه طبيعة أرض تحكم التوقيت الزمني. طيب اسمح لي أن أشكرك السيد صباح النعمان المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب، حياك الله. شكرا جزيلا. في جلسة البرلمان كان الكثير من أحداث الدراماتيكية متوقعة مسبقا من قبل عدد من المراقبين. غادر النواب كتلة الأحرار والمواطن والديمقراط الكردستاني قاعة مجلس النواب بعد رفض البرلمان تأجيل التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، وكان 57 نائب من أصل 214 صوتوا بالموافقة على طلب التأجيل فيما رفض البقية الطلب. اليوم حصل مثل ما عرفتوا أنه غادر أكثر من 80 نائبا القاعة، فأحدثوا خللا في النصاب. شيء ملفت للنظر، يعني هاي فقط حتى يعني يعرف الشعب العراقي والإعلام العراقي حقيقة العمل في البرلمان اللي وصفناه مرة في بعض الأحيان، حاشا سيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، لكن من ناحية سياسية أشبه بالعمل في مستنقع سياسي، وهذا أمر مؤسف. كيف؟ لما يكون التصويت من مجموع 241 نائباً يصوت 231 نائباً على عدم القناعة بأجوبة السيد وزير الدفاع، فقط 10 باستثناء 10 اقتنعوا بأجوبته في الجلسة الماضية يوم 15/8، نأتي اليوم لغرض إقالته يطلعون 80 شخصية نساء ورجالا من القاعة لأنهم لا يريدون التصويت على إقالة وزير الدفاع تحت حجج واهية، منها بأنه العراق الآن يمر بظرف عسكري صعب. هو أي يوم العراق لم يمر في ظرف عسكري صعب؟ أي يوم لم تكن هناك حرب في العراق؟ جلسة اليوم جلسة يعني محاورها عديدة بحوالي تقريبا 20 فقرة، كانت هناك قوانين مهمة لتعرض مفروض العفو المسالة العدالة، موضوع استجواب وزير الدفاع وهو كان طبعا الذي حظى يعني سجالات أكثر داخل قبة البرلمان لانقسام المجلس حول هذا الموضوع، لكن اليوم تبين لنا بأن نظرة النواب إلى موضوع استجواب العبيدي أنه يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى فرصة، يحتاج إلى تمحيص تدقيق، خصوصا الملفات ذهبت إلى القضاء
انتظار يعني كثير من النواب رأوا أنه ننتظر ماذا يقول القضاء كلمته في هذا الموضوع، ستكون هناك فرصة طيبة. لذلك حقيقة قدمنا 67 نائب طلب تأجيل النظر. نقول طلب التأجيل هو ليس إيقاف التحقيق أو ليست عملية إيقاف استجواب وزير الدفاع، إنما نحتاج فرصة أكبر للتدقيق حتى يكون قرارنا أكثر عدالة ونزاهة. أقول هناك فقرات حقيقة مثل العفو لمجرد الخلاف عليه تأجل إلى يوم الخميس، وأرى أن العفو ينتظره العراقيين أكثر ما ينتظرون موضوع العبيدي. وأيضا تضمنت جلسة البرلمان مناقشة تقرير لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بخصوص ملابسات الجريمة البشعة المتمثلة بحريق الكرادة وآخر ما توصلت إليه اللجنة في هذا السياق. والحديث عن كل ما تقدم من مواضيع انضم معي هنا في الاستوديو النائب عباس البياتي عن ائتلاف دولة القانون والقيادة في التحالف الوطني. حياك الله من جديد سيادة النائب. ما أعرف جيد، دائما خلال هاي اليومين او الثلاثه اللي راحت الحديث يدور على ان التحالف الوطني اتفق، التحالف الوطني اتفق، اذا بعده موجود التحالف الوطني، ممكن ان يكون الى راي بالحراك السياسي اللي موجود كتحالف. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافه وتحيه لمشاهديكم الاكارم. لا شك بان التحالف قائم، ولكن هل قائم مثل ما كنا نطمح ونريد ومثل ما يتطلع الشارع الذي انتخبه؟ كلا، كنا نتطلع إلى مؤسسة أكثر تماسكا، أكثر فاعلية، ونحن سمعنا من أكثر من طرف سياسي وكتلة غير التحالف، خارج التحالف، يا معودين ترى أي اضطراب عندكم يسبب اضطراب بالعملية السياسية، فهل تنهل بالعملية السياسية من خلال توافقكم وانسجامكم في داخل التحالف الوطني؟ لا مهساني، قبل ما أدخل بالمواضيع خلينا بهذا الموضوع بالذات. أنتوا التحالف الوطني يمكن هو بتبدأ بيكم قضية الابتعاد عن قرار موحد، شوي شوي انجل التحالف الكردستاني بعد ما صار الاتفاق بين التغيير والاتحاد الوطني، وهسه صار باتحاد القوة. احنا شنو نريد؟ التحالف الوطني يلتئم انه المشكلة تحولت لباقي شركائكم. نعم، لا شك أنا أشاركك الرأي، كانت هناك نوع من الاهتزاز في كل الكتل، بل في داخل ممثلي كل المكونات إن صح التعبير، سواء كان المكون الشيعي اللي تمثل التحالف، المكون الكردي تمثل ائتلاف الكتل الكردستانية، مكون السني من خلال اتحاد القوى، هذه المكونات الرئيسية كانت فيها نوع من ممثليها اضطرابات، تمثيل سياسي كان فيه نوع من الخلل، وبالتالي كان هناك نوع من التقاطعات. الآن نحن ربما كقوة كبيرة لدينا 181 تنعكس سلبا على واقع العملية السياسية لإجراءات القوانين عندما يصير نوع من الاضطراب داخل التحالف الوطني، ولكن هنا الجميع يبدو استفاد من الدرس، ومنهم التحالف الوطني. الآن هناك نقاشات وحوارات وراء الكواليس جادة في إعادة مؤسسة التحالف مجددا فيما يتعلق بالرئاسة. هذا الكلام يتكرر كل مرة يعني، بس ما تطلعوا من عنده بنتيجة، ولوجود تحالف حتى التمثيل بالنسبة لي قيادات التحالف الوطني يبدي يقل شوي شوي، لحد ما نشوف اجتماعات، وحتى الأخبار عن الاجتماعات ما ترتقي للمستوى أنه الإعلام يشغل بيها. رغم ذلك هناك الآن مساعي جهود وراء الكواليس من أجل لملمة بيت التحالف في إطار نفس الإطار، ولكن بشكل جديد فيما يتعلق بإدارته، رئاسته، وضعه. بس هذه النقطة أكملها، ربما كانت هناك تحديات في المرحلة الماضية، هذه التحديات كانت تحديات كبيرة هزت ربما بعض الأمور وبعض القناعات، ولكن يبقى التحالف يتماسك في إطار الاستراتيجيات، والدليل على ذلك يوم اللي ما قانون العفو العام أو قانون المساءلة والعدالة، قانون حظر حزب البعث، هناك أولويات لدى التحالف، يوم الذي يرى بأنه وصل إلى خط الأحمر يتماسك مرة أخرى كموقف واحد. جيد، خلينا راح نجي على العفو العام، ليش تماسكتوا وقضية وزير الدفاع؟ وزير الدفاع بالفعل كان عندكم كتحالف وطني موقف موحد أنه ما تنسحب الثقة عن وزير الدفاع ويبقى بالمشهد اللي رسم له بالكواليس بالطريقة اللي وضحت اليوم. التحالف الوطني في هذا الأمر لا أستطيع أقول أنه كان له رأي وموقف موحد، لأن هذه قضية تركت أولا للبرلمان وكذلك للآليات الدستورية والقانونية والنظام الداخلي، طالما أخذ مجراه. صحيح بأن هناك أطراف في داخل التحالف وجدوا بأنه الفترة والتوقيت كان غير مناسب، لأننا مقبلون على عمليات تحرير الموصل،
كما أن كانت هناك أطراف ترى بأن القضية بيد القضاء، طالما الملف مفتوح بيد القضاء لماذا ننظر في قضية مفتوحة لدى القضاء؟ فبالتالي لا أستطيع أن أقول أن كان اليوم هناك رأي تحالف. أنا أريد تفهمني وتفهم المشاهد شنو اللي صار في ذاك الأسبوع، 7 أو 5 يصوتون بالقناعة على أجوبة وزير الدفاع، واليوم تصير هاي الحالة واحدة من الاثنين، لو صار شيء بالكواليس احنا ما نعرفه، لو انه البرلمان دائما يحب المشاكل يحب يطلع بمشكلة على مود يطلع بهاي الصورة اللي صارت اليوم، افضها من ذاك الاسبوع اقول مقتنع بالاجوبة مالته وينتهي كل شيء. لا، اولا البرلمان لا يحب المشاكل، والكتل عادة تحرص على استقرار المؤسسة التشريعية، ولكن التصويت بالقناعة وعدم القناعة والجو العام في ذاك الاسبوع كان شيء، واليوم الذي حصل هو بعد الأمر وصل إلى مرحلة صحب الثقة، وبالتالي كان هناك رأي وينبغي أن يحترم مع التأجيل، ورأي آخر وينبغي أن يحترم مع المضي في إجراءات سحب الثقة. وبالتالي في قضية النصاب دائما الذين يخرجون ويكسرون النصاب يستطيعون أن يعطلوا العملية، ليست معنا في قضايا كثيرة، في قضايا قانون حظر حزب البعث كما شاهدتم الآخرين خرجوا، وبالتالي بعد ذلك نحن استطعنا أن نحشد لهذا القانون ونمرره. أنا من قدمتك قيادي بالتحالف الوطني، أنت عضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني وحاضر باجتماعاته، يعني قريب من القرار، فهسه هاي مال قضية أنه ممكن أن يكون قناعات، لا، أنتم بالبداية رؤساء الكتل قالوا من النواب صوتوا باللي تشوفوه أنتم، أجت هاي النسبة 7 بس اقتنعوا بجوبة الوزير، رجعوا وقالت الكتلة مو تخلينا نبطي المعلومات، أنت حضرتك المفروض تنطيها، رجعوا قالوا لهم لا تصوتون لأنه الشارع باتجاه وزير الدفاع لأنه كشف فساد، لا تخلونا بمواجهة الشارع، هذا اللي صار. لا، فأنا أعطيت المعلومات اللي أنا المفروض أسمعها من عندك. لا، أولا جنابك فيما يتعلق بمعلوماتك أكيد عندك أكثر من مصدر، ولكن فيما يتعلق بالتحالف الوطني لم يكن هناك توجيه مركزي في إطار سحب الثقة أو في إطار عدم سحب الثقة، بل هناك كتل أعلنت بشكل مباشر ربما في داخل التحالف ومنها كتلة المواطن أنها ليست مع سحب الثقة، وكتل أعلنت مثل كتلة الأحرار بأنها تركت لأفرادها حرية الاختيار وحرية التصويت، وهناك كتل أخرى في داخل دولة القانون كانت رأيها مع عدم السحب والكتل الأخرى كانت مع سحب الثقة، مما يدلل على أن هناك هامش من الحرية، والقضية ليست ارتباط مع رؤساء الكتل بشكل آلي وميكانيكي كما يعبر يصور على أن الأعضاء هم آلات وهم أدوات بيد رؤساء الكتل. في هذا الأمر ترك الأمر للمسار التشريعي وللمسار الدستوري أن يأخذ مجراه، وأخذ مجراه اليوم من خلال التصويت. شو رأيك بالمجمل باللي صار؟ أنت مع سحب الثقة، مع القضية اللي صارت، بالفعل وزير الدفاع أهان البرلمان بهذه الطريقة ورادوا يسووا عبرة لكل وزير يحاول يتخذ نفس خطوته؟ لا، مو مسألة عبرة أو عدم العبرة. أولاً نحن نقول بأن القضية لا زالت بيد القضاء والملف مفتوح بيد القضاء، طالما الملف مفتوح هناك لننتظر القضاء، لأن هاي القضية بها أطراف عديدة وليس طرف واحد، لننتظر ماذا يقول القضاء، بعد ذلك هناك فرصة للبرلمان أن يقول كلمته، هذا رأي شخصي في هذا الصدد. وفيما يتعلق بعمليات الموصل، نحن الآن مقبلون على عمليات لتحرير الموصل، أنت عندما تغير رئيس أو رأس هيئة عسكرية كبيرة مؤسسة عسكرية ستدخل في البديل والبديل الآخر، وهذا يأخذ وقت طويل. نحن لسنا ضد الإجراءات، الإجراءات ينبغي أن تمضي في داخل البرلمان، ولن ندافع عن الأشخاص كأشخاص، ولكن نحن حريصون على المصلحة الوطنية، حريصون على الاستقرار العسكري والسياسي. احنا تحدثنا عن دور التحالف الوطني كتحالف عند 181 نائب، الفرق بين الحالتين اللي تكلمنا عنه ذاك الأسبوع وهذا الأسبوع اللي صار بالجلسات، بالبداية خليتوا الموضوع قلتوا شأن داخلي بالنسبة لاتحاد القوى مشاكلهم بيناتهم، بعدين حسيتوا الموضوع كبر ورجعتوا دخلتوا ككتل شيعية ممثل العدد الأكبر بالبرلمان، صارت عندكم هاي الحالة؟ لا، أولاً الذين خرجوا على اختلاف عددهم، نقطة مركزية أريد أرجع لها، واليوم أشار للسيد رئيس مجلس النواب أن اختلال النصاب لا يخل بالمضي في عملية إجراءات وزير الدفاع، ولكن كلما يقترب النصاب كلما يعاد القضية في هذا الصدد، أي بمعنى أن القضية مسقطت، حتى أكون دقيق جدا معك ومع المشاهدين، اليوم خروج النواب وكسر النصاب مو معنى أسدل الستار، صحيح هو مؤشر
لمؤشر على أن مسألة سحب الثقة بات صعبا مستصعبا. سحب الثقة بات صعبا مستصعبا، لأنه ما عرض اليوم على قولتك من 7 مقتنعين إلى يخرجون أكثر من 80، قسم يقول 57 وتنكسر النصاب، معناه مؤشر بأن الأمر فيه صعوبة. المسألة لم يكن فقط تحالف وطني أو أطراف التحالف الوطني، هناك أطراف من اتحاد القوى، هناك أطراف من كذلك الكردي الكردستاني، فكل هؤلاء مو متواطئين على شيء اسمه تغطية على الفساد أو دفاع عن وزير، وإنما هم يحسون بشيء اسمه دعوا القضاء يقول كلمته ثم بعد ذلك يكون للبرلمان كلمته. لندع القضية الآن بمناسبة تحرير الموصل ووضع موصل، لنضع هذه القضية تمضي ونحرر أهلنا وناسنا زين. ثم بعد ذلك هناك لكل حادث حديث. يعني بعد كلامك قضية التصويت على سحب الثقة من عدمها راح تبتعد حتى أكثر من الخميس، بعد ما كان مقررها الخميس يعني بعد يومين. هيئة الرئاسة من واجبة أن تعرض القضية كلما وجدت النصاب كامل وأن تعرض القضية، لأنه هي لم توقف الإجراء زي. هي وجدت أن الأرضية غير مناسبة أو النصاب غير متوفر للتصويت فأوقفت العملية، فإيقاف العملية غير إلغاء، ولكن هذا الإيقاف معناه هناك قوى يتحكمون بالنصاب يستطيعون في كل مرة أن يعيدوا الكرة. حجي بصراحة، هي قضية استعراض سياسي؟ لا، ليست استعراض سياسي. اللي يوقف مع وزير الدفاع ويبقي هو الأقوى، لو اللي يوقف مع رئيس البرلمان ويبقي هو الأقوى؟ لا، هو ليس لي ذراع، وحتى السيد رئيس البرلمان ومجلس النواب مشى بسياقات دستورية وقانونية وليست بسياقات شخصية، وبالتالي هو استند إلى وذكر الطلبين، ذكر أن هناك طلب من 60 نائب يريدون المضي في سحب الثقة، وهناك طلب من 67 نائب يطلبون التأجيل، وكان في هذا الأمر حياديا ولم يتعامل مع القضية بدوافع شخصية، تعامل معه بسياقاته حسب النظام الداخلي. لو كان شخص غير رأي السيد الجبوري هو رئيس البرلمان، كان ممكن نشوف رأي مغاير مع العبيدي، على اعتبار أن الجبوري كتل حتى من داخل اتحاد القوى، قالت عنه أنه أصبح ضعيف وبعد ما ممكن أن يستمر بقيادة أو يكون على رأس هرم السلطة التشريعية. لا أعتقد بأن الأمر كان سيتغير لو كان الشيخ آرام أو الشيخ الهمام على إدارة الجلسة، لم يكن الأمر يتغير كرئيس كثيراً. كرئيس مجلس النواب ما تحدث عن إدارة الجلسة؟ كإدارة الجلسة لا أتصور ذلك، لأن المسألة لم تعد مسألة شخصية، وإنما القضية صارت قضية رأي عام وقضية قضاء وقضية كل مهتم به، فبالتالي لا يستطيع سوى أن يمارس دورا وعملا في إطار القانون والدستور، لأن الجميع يراقب، الجميع يسأل لماذا صار هذا الشكل، لم يكن هذا كذا، لابد لكل خطوة ولكل قرار أن يبرر من خلال النظام الداخلي أو الدستور أو كذلك القوانين. أما فيما يتعلق ضعف هذا قوة هذا، أتصور بأنه نحن جميعا مررنا في كعملية سياسية في المرحلة الماضية نوع من الاهتزاز السياسي في المؤسسات، الآن الجميع بدأ يشعر بأنه لم يبقى سوى أقل من سنة ونص، فلماذا كل هذا الحراك في إطار إذا كان هناك سنة ونص باقي الانتخابات النيابية، لماذا كل هذه الشوشرة وكل هذه التقاطعات؟ فلنمضي باستقرار في داخل المؤسسة التشريعية، على الأقل نشرعنا قانون كم قانون مهم. أنت قبل قليل وجزاك الله خيرا استضفت الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب، ونحن الأسبوع الماضي شرعنا قانون جهاز مكافحة الإرهاب بعد 8 سنوات كان في أدراج لجنة الأمن والدفاع، 8 سنوات. وجهاز معروف شنو؟ جهاز معروف تضحياته وجهوده وعمله ودوره البطولي، فبالتالي هناك قوانين باقية لابد أن نشرعها، هذه القوانين لا نستطيع إذا أصبحت تقاطعات وانقسم المجلس مجددا. إذن لنعطي إشارة إيجابية للشارع العراقي من خلال قوانين مهمة ممكن أن تصالح بين الشارع وبين المؤسسة التشريعية. زين، أنا أحتاج أنه الخطوة اللي بعدها قضية استبدال الجبور راح تكون واردة، لكن أخذ من عندك الإجابة بعد فاصل. شاركنا فاصل قصير ولنعود. جديد وحياكم مشاهدي الكرام. سيد عباس، سألتك على قضية موقفكم من الجبوري بعد ما بيهدأ هذا الموضوع، أصلاً يهدأ هسه بالتسويف بإنهاء القضية، ما أعرف هو القضية يمكم، لكن شنو موقفكم من الجبوري وبقائك رئيس مجلس النواب؟ ليس من مصلحة البلد في هذه المرحلة تغيير الرئاسات، وذلك لأسباب عديدة منها ما أسلفت بأن
لم يبقى من الدورة الانتخابية أو البرلمانية سوى القليل. ثم بعد ذلك هالقضية قضية أشخاص، أنا غير هذا الشخص أجيب واحد من هذا الشخص البديل ويمتى راح أتوافق عليه. أتعلم سيد الكريم أن الوزراء الخمسة الذين صوتنا عليهم الأسبوع الماضي لو ترجع إلى وراء إلى التاريخ إلى الظرف المغلق يمتى قدم؟ ربما قبل 4-3 أشهر، يلا قدرنا قبل أسبوع نصوت عليهم. فمع أنه هناك مرشحين لا مو بس جدد أفهم من كلامك أنه ما تريدون تفتحون قضية وجود الجمهور على رأس البرلمان حتى لا بعد تنفتح قضية وجود السيد العبادي كرئيس وزراء؟ لا لا اطمئن، السيد العبادي ما حد يدلنا له، هذا اطمئن منه. آه. اي هذا اطمئن. ختمة أقوى؟ لا لا اي ختمة أقوى لأسباب كثيرة. ولكن نحن خلينا نسمع قسم من عدة حتى تكون عندنا المعلومة. أولا ما يلي، نحن رأينا ليست المشكلة في الرئاسات الثلاث حتى نغيرهم، هذا واحد. ثانيا ليست المشكلة في أن نأتي بأشخاص آخرين بدلاء عنهم من نفس مكوناتهم، طيب إذا هم موجودين يؤدون دور، هل هناك سوبرمان آخر مكانهم نجيبهم حتى يغيرون الأمور والمشاكل؟ فالمشكلة ليست بالرئاسات، وسنخوض في بديل والبديل هذا واحد. بس لا توخر لي المعلومة، أشوف شنو يمتاز بي السيد العبادي أقوى من السيد الجمهوري حتى لا ما حد يقدر يغيره. لا لا، أولا ليس السيد الجمهوري هو السد للسيد العبادي، ليس لا نتعامل مع القضية هكذا. نحن نؤمن عندنا مؤسسة تشريعية ينبغي أن تستقر. أي انقسام بالمؤسسة التشريعية شاهدت جنابك والمواطن شاهد 3 أشهر إحنا معطلين مقسمين، لا هذا يقدر يسوي نصاب ولا هذا يقدر يسوي نصاب، وبالتالي من الضرر المواطن الضرر، قوانين تعطلت، قضايا كثيرة بقى. فبالتالي نحن نتعامل مع المؤسسة التشريعية بغض النظر عن الرئاسات الثلاث، وحدة المؤسسة التشريعية، استقرار، استمرار أداء لدورة مهم وأساسي بالنسبة لنا. وبالتالي نحن ضد من يقول بحل مجلس النواب إلى أن يكمل دورته، لأن مجلس النواب إذا بقي تقدر تسوي كل شيء، إذا حل لا تقدر تسوي كل شيء. سيد عباس أنا سألتك نقطة ثانية أما يتعلق بالسيد العبادي. السيد العبادي أولاً استطاع أن يسيطر على الوضع المالي الصعب منذ 2014-15 اليوم 16، واليوم ناقشوا موازنة 2017. الكل يعلم النفط احنا محددين $65 واحنا قاعد نبيع ب 35-40 دولار. فالسيد العبادي بعلاقته بدبلوماسيته بتقشفه بإصلاحاته قدر يسيطر على الأزمة المالية، على الأقل الموظفين قاعد يأخذون راتبهم 10 أيام متأخر، 15,000 ناقص، 50,000 ناقص، بس أكو رأس الشهر موظف من يروح يستلم راتب. هذا نجاح لو مو نجاح، هذا نجاح، هذا واحد. النقطة الثانية تواجد الميداني تحرير الأراضي صلاح الدين أنبار فلوجة وقيارة وجرف الصخر وآمرلي والآن نتحرر، هذا إنجاز عسكري لو مو إنجاز عسكري، هذا هم اثنين. ثلاثة بأن القضية ليست هناك نقص لدى الشخص المقابل أو هناك مقومات يحتاجها، فبالتالي متوفر عند غيره ما متوفر عنده. ثم بعد ذلك التحالف الوطني لحد الآن لم يناقش هذا الأمر، وجميع التحالف الوطني معه ولا يناقش في هذا الأمر، ولم يناقش في هذا الأمر قيد أنملة. نعم تصير همس لمس هنا طموحات شخصية، بس كل التحالف الوطني وبما فيها دولة قانون هو مع السيد العبادي دفاع عن العباد. لكن شركائكم حتى داخل التحالف الوطني، شركائكم اللي دعموا وجود السيد العبادي على حساب وجود المالكي بدورة ثالثة، قالوا ما توقعنا بيوصل هذا الموضوع، أكو ضعف بالإدارة، أكو مطبات وقع بها السيد العبادي. هذا الضعف بالإدارة قبل سنتين، أما بعد وجوده بفلوجة وإشرافه على العمليات ودوره ونجاحه إصلاحاته، كل هذا مشهود له. حتى السيد المالكي الحج المالكي يدعمه بقوة في إطار دولة القانون. يعني قصدك نجاح السيد العبادي بعد هاي السنتين ما عجب الشركاء ولهذا حكوا عليه؟ لا، بالبداية قد أن بعض الشركاء كان يتصور بأن هاي الخلافات الداخلية قد تفضي إلى تغيير إلى تبديل شيء، ولكن بمرور الأيام وجدوا إن ما يقال عن ضعف العبادي وهي أكذوبة أو محاولة أو بروباغندا أو قضية من قضايا الدعاية والإعلام المضاد. في داخل دولة قانون السيد العبادي يحظى بدعم السيد الحاج المالكي، وحاج المالكي هو أمين عام حزب الدعوة الإسلامية، والسيد العبادي هو مسؤول مكتب السياسي، فبالتالي ليس هناك أي محاولة سوى الدعم والإسناد للسيد العبادي في مهماته، هذا واحد. جيد. اثنين، بس إذا سمحت لي، احنا تحدثنا عن قضية الصراع اللي موجود داخل اتحاد القوى. اليوم جوكم اتحاد القوى قالوا لكم عندنا مرشح بديل على اعتبار ان المشكلة صايرة اتصور كلش كبيرة بين الحزب الإسلامي وبين المتحدون، قالوا لكم احنا عندنا مرشح بديل عن السيد الجبور، شنو موقفكم؟ راح تقولهم لا الوضع ما يسمح
لو تعال جيبوه احنا نصوت لكم عليه بإذا ما اقتنعتوا. راح نقول له استقرار المؤسسة التشريعية أهم من تبديل الأشخاص، وإذا عندكم قضايا ونقد على السيد الجبوري ممكن أن تحجونا يعني نحكي بالبرلمان حتى نصحح هذه الأخطاء أو تحجون وياه. فبالتالي نحن لا نريد أن نتعامل مع الأشخاص كأشخاص، نتعامل مع مؤسسات كمؤسسات. استقرار المؤسسة التشريعية مهم، استقرار مؤسسة رئاسة وزراء مهم، استقرار مؤسسة رئاسة الجمهورية مهم، وتعاونهم وتفاهمهم فيما بينهم كذلك أهم. والكتل جميعا باتت على قناعة بأن مسألة تغيير الرئاسات ليست من مصلحة البلد في هذه المرحلة. تخليني استفاد من الوقت ما طول ماشيين احنا. قضية اليوم أيضا عرض تقرير عن حادثة الكرادة، عرض التقرير حوالي طوله ربع ساعة، يمشي السيارة تمشي، هذا بحسب ما عرض لكم، الكل يشك بيها، سيطر من السيطرات يقول له افتح الصندوق، يقول له ما ينفتح، ويقول له روح، يعني تعاجز انه يضل، لا يضل مصر على هالموضوع. موقفكم من عندها، هي باصور ما انعرضت بالجلسة لكن انتم احاليتوا اسماء للتحقيق، شنو اللي راح تتابعوه اكثر من هذا؟ لانه هي ترى بصراحة كارثية، ويمكن حتى تتحدث عن نجاحات السيد العبادي، لكن ايضا راح يذكر التاريخ انه بوقت وجود السيد العبادي صارت هاي الكارثة. منذ 2003 إلى الآن ماكو كوارث، يعني ماكو يوم، أكو يوم مر بدون تفجير. بس مو مثل هذا تنحرق الشباب هاي الطريقة. لا, 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 لا أولاً مجزرة كرادة السيد العبادي أكثر المتأثرين به، هو ابن هذه المنطقة، أبوه كان طبيب أطفال في هذه المنطقة ومعروف وجيه، فبالتالي هو يعرفهم فرداً فرداً، فبالتالي هو أكثر الناس تأثراً معنوياً ونفسياً. المسألة ليست مسألة تغاضي عما حصل، ما حصل كبير وفجيع جداً ومجزرة بحق حقيقة بحق ناس أبرياء، ولكن ما حصل هو من مسلسل سوف لن ينتهي قريباً، لأن هؤلاء الدواعش والإرهابيين ليس لديهم سوى عملية انتقام وقتل ودموية. أتعلم يا سيدي الكريم نحن في قرن 21، هناك سبي للنساء قرن 21، ولا تقول لي هذا الشيشاني سبى النساء، لا تقول لي شيشاني عراقي موجود من أطراف من المدن اللي عراقيين موجودين ويا الشيشانيين هذولا ساهموا في سبي النساء، عراقيين هؤلاء دواعش ارتبطوا بالإرهاب. اليوم من عرض التقرير إذا تقول لي لا واحدة جيد بهذا صراحة تكون فعالك على الموضوع، تقدر تقول لي اليوم من عرض التقرير كم زميل قاعد لكم موجود مجلس النواب إلى إيد أو داعم للي صار بالكرادة بعد ما عرض التقرير؟ لا احنا ما رد نتهم الآن، لا أصلا ما قلت لك جيب أسماء ولا بس أكل أو ماكو. لا وحدة فيما يتعلق بقضية كرادة هناك مقصر زين، وهؤلاء ينبغي أن يحاكموا ضمن المحاكم العسكرية أو محاكم قوى الأمن الداخلي، انتهينا منه. ما يصير دائما ضد مجهول وإرهاب والشماعة تعلق بي، والله إرهاب وقبل نعم جيد. إرهاب وقبل على عيني ورأسي، تعال هذا الإرهابي أنا منطيك إمكانات ومسيطرة وشي، شنو هذا الإرهابي وشلون فات، منين فات، وين الجهد الاستخباري، وين الجهد الأمني، هاي المسافة الطويلة منو بي وشلون صار هذا، لابد سين جيم لابد، والتحقيق ومحاكمة وعزل وتقصير لابد منها. ولكن الأمر تقول لي بأنه هذا الأمر سينتهي بمجرد أن نحمل جهة معينة التقصير، أقول إن المعركة مع الإرهاب معركة طويلة وقاسية. هذا المعركة مو بس يستهدفنا، صحيح إحنا الخط الأمامي المواجه الساتر الأول، ولكن انظر الدول اللي عندها مؤسسات أمنية، شوف أمريكا، شوف فرنسا، بلجيكا، أكو واحد يشك بالأمن البلجيكي والفرنسي، إيش قد عندهم مشينا قبل نقول ليش ما تصير مثل الدول الأوروبية مؤسساتنا، وين مؤسساتهم؟ سيارة بنيس، مدينة نيس ركبوا بسيارة وقتل ما أدري 80 واحد إيش قد. فمثل هكذا عمليات لا ينفع معها سوى الجهد الاستباقي، سوى عمل الاستباقي، الاختراق، الضربة المسبقة. شنو اللي حصل بعد التقرير؟ صورت شفت التقرير كارثي طبعا. هو بالمناسبة ما انعرضت الأسماء، بس أنا هم يعني تحدثت ويا ناس داخل الجلسة قالوا أسماء من السيطرات، من راح يجي من الخالص مكان انطلاق السيارة لحد ما وصلت للكرادة كلهم للتحقيق، لكن متابعتكم للموضوع. اي احنا اكو جهتين تحققان في الأمر، مجلس النواب باعتباره يمثل الناس والشعب لابد أن يحققوا كلجنة أمن والدفاع تحقق وتصل إلى خلاصات إلى نتائج إلى صورة أولية ترفعها إلى الجهات التنفيذية، الجهات التنفيذية في الداخلية في الدفاع والأمن الوطني المخابرات، هم عندهم التحقيق الداخلي، كل واحد يحقق مع أفراده مع عناصره، والحكومة تحقق في هذا الأمر فتكتمل الصورة، ومن خلال هذه الصورة يتم التعامل والتعاطي مع واقع مجزرة كرادة وتفجير في كرادة وكيف نحول دون التكرار في الأيام المقبلة على الأقل بالحجم الذي حصل. قبل ما أختم لحضرتك بصراحة إيش قد
التأثير السياسي والأذرع السياسية على حادثة الكرادة؟ طبعاً الإرهابيين يستفيدون من الخلافات السياسية، مو خلافات، كتأثير مباشر، دعم، توجيه، مال، تمويل. زين أنا حقول لك شيء، مولان يدافعون يريدون إقليم موصل ما إقليم موصل، أكو نواب نواب داخل مجلس النواب قالوا إن داعش يرسم حدود إقليمنا السني، نواب هذا واحد. أكو نواب إيش قالوا؟ قالوا شوفوا بعد سقوط موصل شوفوا ماكو تفجيرات بموصل، ماكو سيطرات بموصل، أمان بموصل، استقرار بموصل، هؤلاء موجودين في مجلس النواب. طيب الآن واحد يجي يقول يريد يسوي إقليم، واحد يقول داعش رسم لنا حدود إقليم موصل أو فدرالية السنة. مثل هكذا السياسيين أكيد يسهم في ماذا؟ في إرباك الوضع، في تشنج الوضع. دول ما حد يقدر لهم؟ مو ما حد يقدر لهم، مرة نتعامل مع رأي سياسي، مرة نتعامل بأن هؤلاء عندما يشيعون هكذا أجواء ومن خلال تعميق الخلافات ومن خلال التشنجات ومن خلال التقاطعات لا تستطيع أن تقطع ما حصل في كرادة عن الخلافات والتداعيات السياسية التي تجري سواء في داخل مجلس النواب أو خارجه. طيب اسمح لي أن أشكرك نائب عباس البياتي على إنتاج دورة القانون والقيادة في التحالف الوطني، شكرا لك والحضور. شكرا لك، حياكم الله، مرحبا بكم. شكرا، تفضل. الحكومة قلقة إزاء تحقيق متطلبات موازنة 2017، والعباد يوجه بزيادة كفاءة الإيرادات الحكومية لسد العجز قبل تقديمها للبرلمان. بعد إعلان تحالفهما المصيري، حزب الاتحاد الوطني والتغيير يتبادلان المناصب الإدارية في كردستان. قال بيان صادر عن القيادة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير عقب اجتماع لهما بمقر الأول أن القيادة المشتركة أكدت خلال اجتماعها حرص الحزبين على تنفيذ الاتفاق السياسي بينهما، وقررت القيادة المشتركة على تنفيذ اتفاق تشكيل الحكومة المحلية في محافظتي السليمانية وحلبشة وأرادتي وكرميان ورابرين الذي أبرم بين الجانبين في 12/9/2014. كما قررت بحسب البيان تبادل المناصب في محافظتي السليمانية وحلبشة يوم الخميس المقبل. وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي برفع كفاءة استخدام الإيرادات المقدرة لعام 2017 المقبل لتأمين الرواتب والأجور ومبالغ شبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية، فضلا عن إدامة متطلبات الحرب ضد داعش. وكان المفروض أنه تنضم معي عبر كل هذه المواضيع النائبة نجيب عن التحالف الكردستاني، لكن لم تحضر وبسبب عدم الحضور تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. عندنا موعد جدد اليوم غد، مع السلامة.